السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم وإن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. موضوعنا لهذا اليوم هو عن كيفية جعل المطاط أو الفيكس يكون كثيف. طبعا اليوم جبت لكم هذه شوية أمورها تعبانة، فأغلب الناس مرات تصير عندهم مثل هاي الحالة، تبدي النبتة مرات يعني تتعرض الفطريات أو مكان غير مناسب وغيرها من هذه الأمور، فيسقط الورق مالتها، يبقى بس عود لكن العود مالتها أخضر وحتى يدفع نمو. فأنت إذا تتركها يعني بعد ما تعالجها وهاي راح تحافظ لك على كم ورقة، لكن راح تبقى بهذا الشكل، هذا شوية شكله يكون قبيح، وحتى إذا يبدي يصعد عندك من أعلى يعني موشي والورق مالته يكون ناعم. فاليوم راح أعطيكم طريقة شلون تخلوه يصير كثيف. طبعا طريقة سهلة هي إجبار النبات، فهذا المطاط يبدي ينمو عندكم بس من أعلى يعني ما يدفع أغصان. فشلون الجبرة تخليه يدفع أغصان؟ تجي لهذا النمو اللي جاي تشوفوه هسه أمامكم، قصيناه هالشكل. بعدها إذا عندكم مبيض فطريات تقدرون تستخدموه، يعني تجيب لك هذا البودر مال مبيض فطريات وتخلي على هاي المنطقة حتى بالمستقبل يعني مثلا مي أو غيرها من هاي العوامل ما تنضرب عندكم فطريات وتتلف. ما عندكم مبيض فطريات تستخدمون دارسين أو القرفة المطحونة، هذا هم فعال، تجي ترشوه بهالشكل وتركوه. طبعا بعد مدة يعني تقريبا بحدود شهر شهرين حسب شطارتك، يعني انت كل ما راح تعطي تسميد جيد لهذه النبتة راح يدفع لك هذا اول برع، شوفوا يدفع منها يعني هسه هذه كبداية يدفع لكم برعم، وبعدها يبدي ينتج حتى من اسفل يكون الانتاج مالتها بغزارة. طبعا هاي الطريقة مو شرط انه حتى اذا ساقطت اوراقها، اكو مثلا اذا عندك انت نبتة بس تمشي عندك بالطول تقدر ايضا تسوي هاي الطريقة حتى تتفرع عندك، يعني يصير عندك اكثر من فرع، لان جمالية النبات انه كثرة الافرع مالته. هذا كل ما يتعلق بهذا الموضوع، نتمنى ان تكون حلقة مفيدة ونتمنى ان نكون افدناكم. في مال الله.